طهارة لا متخصص. تكون إلا عن طريق يا إما دكتور تجميل أو دكتور أطفال. يعني أنا دي لوجود هذا العيب الخلقي، العيب الخلقي ده خطير جدا، خطير لدرجة جداً. إن هو في بعض الأحيان مجاملة يشلوا الماء تبقى من الطهارة اللي هي مطلوبة في الإصلاح. يعني الجلد، الجلد اللي هي فوق الباقية دي المفروض تبقى موجودة عشان اصلح العضو الذكري، اصلح بيها بقيه المجرى. ايه هي المناطق بقى دكتور احمد اللي هي ممكن الفتحه دي تبقى موجوده على طول مسار؟ يعني هي طبعا الفتحه ممكن تبقى موجوده اسفل شويه، راس قريب قريب اسفل شويه او قريب، وبعدين تبقى بين القضيب وبين القضيب في النص، ما بين يعني ما بين راس القضيب وبين جسم القضيب، ودي تبقى في النص ودي تبقى صعبه، او تبقى ما بين القضيب والخصيه، ودي تبقى اصعب واحده، ده معناه غياب مجرى البول كاملا في هذا المكان. ماشي. ودي من الصعوبه. اخر واحده واصعب انها تبقى موجوده عند على ظهر القضيب من فوق، من فوق دي دي بقى مش الهايبوسبيدياس، دي ايبسبيدياس. والايبسبيدياس دي معاها مشاكل خلقيه فظيعه. معانا اتصال الاستاذ حسن عشان ما نطولش عليه يا دكتور. اتفضل استاذ حسن. نعم اتفضل، تعال الهوا. السلام عليكم. عليكم السلام. انا عايز بس ابن بنتي مولود القضيب بتاعه صغير، تمام، لدرجه ان انا جينا ان احنا نطهره، فقال لك لا ده صغير سيبه شويه. صح. بس هو نازل سمين شويه. صح. هل ده علاجه ايه ده ولا نعمل ايه؟ هل العضو صغير؟ الدكتور احمد هيرد عليك. هو طبعا استاذ حسن بيقول لك طبعا هو فرحان بحفيده بقى، وعايز يطمن على هو اطمئن تماما. هو العضو الصغير ده هينمو مع ظهور الهرمونات الرجوله، ولكن لازم نطمئن ان الخصيتين في مكانهم، وان الخصيتين بيقوم بالواجب الوظيفي بتاعهم، ونسيبه خالص لغايه لما يتم 9 سنين 10 سنين اللي هو سن البلوغ، اللي هو يكتمل فيه قمه الايه الهرمونات الرجوله، ونتابع الموضوع لان هو ده. وما تقلقش منه خالص، لان النمو ده طالما مكتمل، يعني مكتمل حتى لو صغير هيكبر مع الوقت. وبرضه يا دكتور احمد بنلاحظ ان في غير كده، ان ساعات انا طبعا احنا كجراحين بنشوف الحالات دي كتير قوي، حكايات لما نيجي نطهر بنلاقي كميه الدهون موجوده في منطقه العانه بتاع الطفل، هي اللي دافسه بتدفس القضيب. صح. برضه الدكاتره الاطباء بيتسرعوا برضه بيطهروا، والتاني يطهر تاني وبتاع. يا سلام. فدي حالات برضه بنلاحظها يعني دايما نلاقي ايه ان الطفل بعد ما اطهر تبص تلاقيه انه وكانه ما اطهرش، مدفوسه، والجلد رجع على راس القضيب فدفسه جوه. هو الفكره كلها وجود كميه من الدهون كثيره جدا عند منطقه العانه، عملت اندروينج للبينس، دخلته جوه، عملت اندروينج للقضيب، دخلته جوه، فكسى الجلد، كسى راس القضيب. يجي واحد بقى يقول لك ايه؟ لا ما تطهرش هنطهره تاني. لا يا جماعه، الطهاره عباره عن مقاس، يعني انت لازم تسيب مقاس من الجلد مناسب للقضيب عشان تعرف تطهره كويس، والا هتحصل مشكله في يوم. يعني هو دكتور احمد هيوضح يعني الاستاذ حسن اللي اتصل من شويه، وضح حاجتين. قال ان في حاجتين عندنا، يا اما هو القضيب صغير، ودي بقى نصيحه للاستاذ حسن اللي لازم استشاري جراحه اطفال يبص على الطفل. الحاجه الثانيه برضو ننوه عليها، ان ممكن كميه الدهن، يعني هو يبقى طبيعي ولكن كميه الدهن عاليه عند في المنطقه دي، فطبعا بيبقى محتاج بعض الوقت لحد اما الطفل يخس يمارس رياضه. ونتسرع في الطهاره ولا نستنى؟ لا ده احنا ممكن نستنى شويه، نستنى شويه مفيش شويه ومفيش مشاكل. تمام. هنتكلم برضو في موضوع برضو عشان الحلقه ابتدت تفلت مننا، الخصيه المعلقه. نعم. عايزين نوضح للناس، طبعا الناس بتسمع خصيه معلقه وتخض وكلام من ده. عايزين نوضح للناس ببساطه شديده ما هي الخصيه المعلقه. وطريقه الخصيه. الخصيه ليها وظيفتين. وظيفه هرمونات الرجوله ووظيفه الخلفه اللي هي الحانات المنويه، ملهاش غير الوظيفتين دول. كويس كده. الخصيه المعلقه هي اصلا من نشوء الخصيه، زي ما احنا شفنا في الفيديو اللي حصل، ان الخصيه بتنمو من ورا الكليه من فوق، وبتقعد تنزل في مسار الى ان تصل الى الخصيه، يعني اللي هي الخصيه، الى الغشاء الخصيه الخارجي. كويس. ممكن يحصل ليها الريست او تقف واحده من المحطات دي وهي نازله من ورا الكلى، لغايه لما تنزل تحت خالص في مكانها الطبيعي. ممكن تقف في اي محطه من دول، وقفها في اي محطه من دول بيخليها ما تشتغلش غير وظيفه واحده بس، اللي هي وظيفه ايه؟ الوظيفه هرمونات الذكور، ولكن وظيفه الخلفه ما تشتغلهاش. وليه؟ ربنا عمل الخصيه اصلا خارج الجسم وخارج تجويف الجسم عشان تحصل على درجه حراره اقل من درجه حراره الجسم. كويس. ليه؟ عشان الحيوانات المنويه والامهات اللي بتطلع الحيوانات المنويه دي